تسمية الكائن الأعظم أو الكائن الكل حتى في بقية الديانات. الباري عز وجل ذو قدرة واسعة جدا، هو الخالق، لا إله إلا هو، هذا خالق الكون. يجب على الإنسان وخاصة المثقف أن يؤمن بوجود الخالق. لا يمكن للخليقة أن تدوم وتستمر إلا بوجود الخالق. صح، كل نفس بما كسبت رهينة، لكن هناك حساب وعقاب. يعني شعور الإنسان بأن هناك قوى خفية تراقبه، هناك خير وشر، هناك ثواب وعقاب، شعور الإنسان بهذا التفكير بأن هناك قوة خفية تراقبه، يمكن للإنسان أن يستقيم، يمكن للإنسان أن يكون إنسان بكل معنى الكلمة، ولا يمكن للإنسانية أن تدوم بنكران الباري عز وجل أبدا. القدرة هو يعني لربما وصفها بحد ذاته، ولا يستطيع أحد أن يصف قدرة الله إلا الله، كما يقول في الحديث عن النبي: يا علي، لا يعرفك إلا الله وأنا. فتوصف أنه أمير المؤمنين حصر الله سبحانه وتعالى معرفته بالله والنبي، فتخيل أنه شخص يجي يوصف قدرة الله سبحانه وتعالى. فقدرة الباري عز وجل تكمن في أنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. عندما يصف الإمام قدرة الله على الخلق فلا يكون لنا رأي فوق رأي الإمام. بالطبع الإمام وصف قدرة الله البديع الخالق المتألق ذو الإتقان. لذلك احنا نرى الحيوانات كل يوم، حيوانات من النباتات، من الحيوانات البحرية وغير البحرية، تظهر لنا بشكل هندسي، بشكل معماري واضح وجميل. فسبحانه ما أبدعه. الله سبحانه وتعالى هو الذي إذا أراد شيء فيقول له كن فيكون، فأمره ما بين الكاف والنون، حتى لا تجد مساحة في الأمر الذي يريده الله سبحانه وتعالى، فهو كل شيء بيده. الله تبارك وتعالى خير الخالقين. نلاحظ الآن حقيقة خلق الإنسان هو بشيء حد ذاته هو في شيء عظيم، لكن خلق السماوات أعظم من خلق الإنسان. تبارك وتعالى هو القادر على كل شيء، هو الخالق، هو القهار، هو الجبار. لذلك احنا أيضا نكون نتطلع إلى رضا الله سبحانه وتعالى من خلال اتجاهنا والتفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الحلقة من برنامجكم ما لم نخبر به. هنالك أمور حقيقة ربما يغفل عنها الإنسان طالما هي تسير هكذا كما أراد الله سبحانه وتعالى. خلقة الإنسان وما يرتبط بتكوين هذا الإنسان وتكوين هذا الجسم المعقد بخلاياه وأعصابه وأجهزته، وكيف يعمل بدون بطاريات وسريان الدم وتجدد الخلايا ونمو الإنسان من مرحلة النطفة إلى مرحلة الإنسان الكامل، كل هذه الأمور تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل لم يدع ذلك الإنسان، أو لم يدع ذلك الأمر خلقة الإنسان هكذا كما يراد للإنسان أن يتصوره، إنما أعطى الله سبحانه وتعالى تفصيلا دقيقا في آياته القرآنية، ونوه عن خلقة الإنسان ليس فقط بما يرتبط بالتكوين الجسمي لذلك الإنسان، حتى التكوين العقلي، حتى ما يرتبط بصفاته النفسية. هذه الآيات بمضمونها تدل على أن الله سبحانه وتعالى بنى ذلك الإنسان بنية عظيمة، بنية معقدة. نعم، حتى الإنسان يتفكر ويتدبر كيف أن الله سبحانه وتعالى قد خلقه بهذه الخلقة الجميلة الرائعة. لكل حالة شواذ لا أشكال في ذلك، ولكن بالعموميات أن الله عز وجل قادر على خلق كل شيء ومتى ما أراد وبمشيئة الله سبحانه. ومن خطبة الإمام علي عليه السلام في خلق الإنسان:
أم هذا الذي أنشأه في ظلمات الأرحام وشغف الأستار نطفة دفاقا وعلقة محاقا وجنينا وراضعا ووليدا ويافعا، ثم منحه قلبا حافظا ولسانا لافظا وبصرا لاحظا ليفهم معتبرا ويقصر مزدجرا، حتى إذا قام اعتداله واستوى مثاله نفر مستكبرا وخبط سادرا ماتحا في غرب هواه كادحا سعيا لدنياه. وقال أيضا: ثم جمع سبحانه من حزن الأرض وسهلها وعذبها وسبخها تربة سنها بالماء حتى خلصت ولاطها بالبلة حتى لزبت، فجبل منها صورة ذات أحناء ووصول وأعضاء وفصول، أجمدها حتى استمسكت وأصلدها حتى صلصلت لوقت معدود وأمد معلوم، ثم نفخ فيها من روحه فمثلت إنسانا ذا أذهان يجيلها وفكر يتصرف بها وجوارح يختدمها وأدوات يقلبها ومعرفة يفرق بها بين الحق والباطل والأذواق والمشام والألوان والأجناس، معجونا بطينة الألوان المختلفة والأشباه المؤتلفة والأضداد المتعادية والأخلاط المتباينة من الحر والبرد والبلة والجمود. حياكم الله أحبتنا المشاهدين أينما كنتم، ها نحن وإياكم في هذه الحلقة، وباسمكم دعوني أرحب بسماحة السيد عبد الجبار العوادي. حياكم الله سماحة السيد. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. هذا الإنسان الذي حقيقة أراد الله عز وجل منه أن يتدبر نفسه، فذكر الله عز وجل مراحل خلقه في القرآن الكريم وبدأها بمراحل تفصيلية، ما الحكمة في ذلك الأمر؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا الإنسان هو الغاية من كل هذا الكون. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. سخر ما في السماوات من ملائكة وعوالم، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فأنت مخدوم الملائكة وأنت مسخر لك الكون بكامله، ومع ذلك أنت غافل عن نفسك وما عارف قيمتك أيها الإنسان. هذا الإنسان خليفة الله، وخليفة الله يعني كل ما في الحق يظهر في الخلق في الإنسان. وعلم آدم الأسماء كلها، المقصود من آدم الإنسان. الإنسان اللي عنده استعداد أن يكون خليفة عن الله، وغير الإنسان ما عنده استعداد. ولذا الملائكة عندما قالت مستفهمة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني خفي عليكم ما في الإنسان من أسرار، ثم قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ليش؟ لكل واحد منهم مقام معلوم لا يتجاوزه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هاي الملائكة. بينما هذا الإنسان قال له الحق جل وعلا: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات، يعني ما غاب عنكم، والأرض، وأعلم ما تبدون وما تكتمون. وما كنتم تكتمون، هاي وما كنتم تكتمون
أن البعض منكم كان يرى نفسه هو أفضل ما في الوجود، ولكن أفضل ما في الوجود هو الإنسان، ولذا أمرهم بالسجود له. والمقصود من السجود الخدمة والطاعة والتذلل لهذا الإنسان. ولكن يا إنسان، الإنسان الذي تسامى بالعلم والمعرفة والعمل والطاعة، الإنسان الذي هو خليفة الله، الإنسان يعني الأنبياء، الإنسان يعني الأئمة، الإنسان يعني الأولياء. أما أنا وأنت عندنا استعداد أن نكون إنسان كامل، ولكننا لسنا الآن إنسان كامل، وإنما إنسان في طور الكمال. ولذا عبر القرآن الكريم من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام، كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني مو مادي، هذا يعني كل المراحل التي تقدمت مادية، خلقا آخر مو مادي. وسره في هذا الخلق الآخر، نفخت فيه من روحي، وهاي النفخة فيها ما في الحق جل وعلا. فكما أن الحق جل وعلا هو مدبر لكل هذا الكون، وإليه يرجع الأمر كله، الله جعل هذه الروح مدبرة لهذا البدن، ويرجع أمر البدن بكامله إليها. فأنا الآن أنطق بها وأنظر بها وأسمع بها وأعقل وأفكر بها، وهي واحدة، ولكن لها في كل هذا الكيان مظاهر، فهي تظهر في عيني باصرة، وتظهر في لساني ناطقة، وتظهر في أذني سامعة، تظهر في عقلي مفكرة، وهي واحدة. سبحان الله الواحد الأحد الفرد الصمد. جعلك مثلا له، مثل نوره، هو ما تحدث عن نوره جل وعلا، الله نور السماوات والأرض بمعنى منورها، ولكن لم يتحدث عن نوره، وإنما تحدث عن مثل نوره حتى ندركه. قال مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، إلى أن يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذا هو مثل نور الله. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. سبحان الله. هذا الإنسان الولي هو مثل نور الله، كما وارد عندنا عبدي أطعني تكون مثلي. ما قال مثلي، مثلي. تقول للشيء كن فيكون. الله جل وعلا لا يعرف، ولكنني أدرك ذاتي، وأدرك أن ذاتي واحدة، وأدرك أن ذاتي هي المتصرفة في كل كياني، ومن خلال ذاتي أدرك من دون مقايسة سبحان ربك رب العزة عما يصفون ولله المثل الأعلى، ولكن أدرك كيف يدار الكون وكيف هو حاضر مع الكل. فهذه الروح الآن حاضرة مع كل هذا البدن، مع القدم، مع الرجل، مع القلب، مع الكلى، مع الفكر، مع المعنوي والمادي فيه. والله جل وعلا هو أقرب إلينا من أرواحنا جل وعلا. سبحان الله عما يصفون. شكرا لكم سماحة السيد. فاصل قصير وبعد سنواصل إن شاء الله، ابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله العلي العظيم. عدنا معكم مرة أخرى وحياكم الله أحبتنا المشاهدين. حقيقة أني لمستمتع بكلام سماحة السيد عبد الجبار العوادي فيما يطرح. هنالك تساؤل سماحة السيد، خلقنا الله عز وجل كما يقول في قرآنه الكريم من مني يمنى، ثم نذهب إلى آية أخرى لنرى بأن ذلك من حمأ مسنون وإشارة إلى الطين. كيف أن الإنسان قد خلق من الطين؟ أين هو الطين في كل ما قد وصف؟ أولا الطين الذي خلق منه الإنسان هو آدم أو البشر، لأن آدم ليس من مني يمنى، ليس له أب وليس له أم، فإذا هو من الطين. والله عز وجل أخذ من كل أقسام الأرض من عذبها وسبخها مرها وحلوها ومزجه وخلطه، يعني جمع فيه كل ما في الكون في هذا الجسد اللي هو آدم، ثم بعد ذلك تركه كما في الروايات تفصيل إلى أن ولجته الروح. ولما ولجته الروح بقي من طينة آدم فضلة، خلق منها حواء وخلق منها زوجها، ثم من هؤلاء الاثنين خلق جل وعلا هذا البشر اللا محدود واللا متناهي إلى زماننا هذا. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، ثم من هذا الزوج والزوجة تكاثر النسل. فإذا الطين المقصود به هو الإنسان الأول، واحد. اثنين، أنا وأنت أبداننا من أين تنمو؟ من النبات والحيوان. والنبات والحيوان من أين؟ أصله من التراب والماء. فإذا بالنتيجة بدننا من الطين، ولكن روحنا من نور رب العالمين. فالظلمة التي فينا إنما هي الأرض، التراب هو عبارة عن الطعام والشراب الذي يتحول إلى دم ولحم وعظام وشحم إلى آخره من تفاصيل، ولكن هذه الروح هي من نور الله عز وجل، وهي سر الحياة في هذا البدن. وهذا البدن لو فارقه هذا النور الإلهي المعبر عنه بالروح إذا رجع تجده حمأ مسنون، تطلع ريحته، كما أن الطين الذي يترك فترة من الزمن بالماء يصير آسن ويصير مسنون وإلى ريحة. فهي حقيقة الإنسان، خلي الإنسان ما يغتسل أسبوع زمان شوف ما يطاق. إذن هذا الإنسان حرارة بدنه وسر حيويته هي الروح، وأن هذا الإنسان بمجرد أن تفارقه الروح يبرد الجسد، وعندما يبرد الجسد يابس، وعندما يبس يتفتت، وهذا هو شأن التراب، لأن التراب بارد يابس، بينما الماء بارد رطب، بينما النار حارة يابسة، بينما البخار أو الهواء حار رطب. والروح الحيواني يقولون هو ناشئ من الطعام، والطعام عندما يطبخ تصعد منه أبخرة، هذه الأبخرة هي تولد الطاقة اللي يعبر عنها الروح الحيوانية، للروح الإنسانية دا أتكلم في الروح الحيوانية اللي هي سر الحياة إحساس عندي. أما الروح الإلهية أو الروح الإنسانية فهي أسمى وأجل، فإنها من عالم أرفع. تمام.
الله سبحانه وتعالى خلق كائنات ومخلوقات عدة بأصناف متفرقة، كأن خلق مثلا الملائكة، ثم نرى أن هنالك عالم يقال له عالم الجن، وهؤلاء أقوى من البشر ولديهم قدرات لا يمكن للبشر أن يصل إليها. إذن لماذا نحن نعتبر أو يعتبر الإنسان سيد المخلوقات؟ الملائكة والجن مسخرون في خدمة الإنسان، والقرآن واضح في قصة سليمان، سخر له كل شيء. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن يرتد، قبل أن تقوم من مقامك، وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يا أهل أقوى الإنسان أقوى، لكن الإنسان، الإنسان الكامل، للإنسان الذي هو في طور التكامل. إحنا قلنا نحن في طور التكامل، يعني أنت تطلق على الجنين إنسان، ولكن الجنين هو مو إنسان بعده، في طور التكامل. فإذا اكتملت خلقته أخرجه الله إلى الحياة الدنيا، ومع ذلك يقال له إنسان، ولكنه في الحقيقة أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ولكن هذا الإنسان يكبر وينمو وينضج، مثل ما جسمه ينمو هذا الإنسان عقله يكبر، هذا الإنسان روحه تتسع. يقول بعض علمائنا رضوان الله عليهم أجمعين، مثال الإنسان مثال المدينة، كلما أضفت أبنية وشوارع كلما اتسعت المدينة. هي اسمها النجف، ولكن النجف قبل 50 سنة ايش كثرها وايش كبرها، والنجف الآن ايش كبرها. إذن هاي تتسع، هاي النفس الإنسانية تتسع. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، كل إناء يضيق بالذي فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. إذن أنت كلما تتعلم كلما ظرفك صار أوسع، إدراكك صار أفضل، رشدك صار. إذن الكمال بالعلم والعمل على ضوء العلم. فإذا علم وعمل بما علم رزقه الله علم ما لم يعلم، وهذا يعبر عنه العلم اللدني، يأتيك من لدن حكيم خبير. عندها نفهم قصة موسى والخضر، فإن موسى ما أدرك ما عليه الخضر، رغم أن موسى نبي ومن أولي العزم، ولم يذكر أن الخضر نبي، رجل صالح، ولكن سبحان الله علمناه من لدنا علما. تمام. سؤال أخير، عالم البرزخ ربما ذكرنا في بعض الحلقات، الإنسان بماذا يحاسب؟ بجسمه، بجسده، أم بروحه؟ أنا أسألك الآن في الحياة الدنيا عندما يتألم الإنسان، من المتألم؟ جسمه أم روحه أم الاثنان معا؟ إحنا الآن نضرب بنج نفصل الشعور عن البدن ثم نبضعه، يشعر؟ لا. إذن الألم مو للبدن، وحتى في الحياة الدنيا الألم للروح، ولكن الألم نوعين، تارة يكون ألم نفسي، إنسان ضايج محتصر مختنق شبيه ما يدري من دون أن يكون للجسم دور، وتارة يكون الألم عن طريق الجسم، تشوف منظر مؤلم أو ضربة توصل لك. من الذي يشعر في هذا الكيان؟ هي الروح، وغير الروح إنما هو وسيلة لاستشعار. أنا الآن أقول من الذي يبصر، الروح أم البدن؟ أفصل الروح عن البدن، لا توجد بصر، هذه العين مفتوحة لأنها لا ترى، مثل الكهرباء والسراج والأضوية والمصابيح، أطفئ الكهرباء عن كلها، كلها تخمد تنتهي، بس هو الضوء موجود ولكن ما بينور. كذلك هي الروح، فهي سر الحياة، وإذا كانت هي سر الحياة إذن هي التي تشعر باللذة وهي التي تشعر بالألم في الدنيا وفي البرزخ، كذلك هي التي تشعر، ولكن ببدن برزخي ليس ببدن مادي، بدن برزخ. وأما في الآخرة ففي الروايات والآيات يصرح لا، أن هذا التراب الذي عاد إلى التراب
يجمعه الله عز وجل من جديد وتقوم فيه الروح. شكرا لكم سماحة السيد، وفقتم لكل خير إن شاء الله. الله يحفظك. وصلنا وإياكم إلى الثواني الأخيرة في هذه الحلقة. أو تعلمون، لو نظر الإنسان إلى حياته يبدأ بالبكاء ويخرج من الدنيا ويبكى عليه، يبدأ ضعيفاً ويخرج من الدنيا ضعيفاً. هذه العموميات، لا أتكلم عن حالات خاصة، إنما بالمجمل يبدأ الإنسان عاجزاً أن يعطي لنفسه ولو لقمة واحدة، إنما يغذى من خلال أمه، ثم عندما يصل بالكهولة والشيخوخة إلى مرحلة لا يستطيع أن يرفع قدح الماء ليرتوي وليرشف شفاهه من تلك المياه العذبة. هكذا هو الإنسان، بدايته نطفة ونهايته جيفة، وهو ما بينهما يحمل العذرة. ولكن المشكلة ترى بني البشر يتكبر على بني جلدته. نتمنى حقيقة أن نمتلك التواضع، فهي صفة عظيمة مؤثرة خصوصا في تعاملاتنا. نلتقيكم إذا شاء الله في حلقات أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.